Yeah.
تبكيني وإذا وجدت بدوخة يعقول اللي تبكيني Thank you.
I'm gonna make it.
خطبة عمين يا شباب، خاصة اللي عندكم بنات، خطبة عمين راهي بزاف على بنتكم، بزاف على عرسكم. أربع سنين. أكثر بلاد عينك. بعد أنت هما على بالي بيك. حتى الدرجة. خطبة اليوم. على الغدوة. بنتي قالت يا بابا صبعي وجعني من خدم الخطوبة رد حال. ولاني يا خاتم الخطوبة الرجحان يا خطيب من اللي خداني عمين 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 مسلوبتي كيفاش مدالة هذا بلاني الله يبلي وصلت عليه جميع الدعاوي فد على فراشة حصيرة ولا حوية الله وخطاصي يا اللي اللي ما قراليش عنا يكتب مشاكل صدام وليدي موش هكا أيوة هكا هكا اللي مقرأ اللي مقرأ ليش عنا يكتب وليش وليش عنا يفسد حبر الدوايا واللي ما حبكي سفلان ليش عنا يكتب علي الطول
نجمع ضروري نجمعها وتجمعني فرقة تكين يا سيد في الكنين تجرحني خايب الدمعة عيني قدام وتضحني والدمعة إذا نزلت من عين قول لها تولي والحال حام شفتك في العمر خطر رمضان والحال حام يا لندرى يخفر الله والله نجدد سيامي انت بالذات الشرف موت هكات والحب وحدك تصاب عندي الدواء قدامهم باش نبريد والله والله نشات يا عذاب وكان جاء للصبر نصبر حتى وحدك تروفي نخوفي من العمر يخصر ومن الموت هكاك خوفي والله يا غنية ما نصبها خوايا I'm not afraid.
Oh,